أعزائي مشاهدي اي ار تي، معانا ضيفه، ضيفتك يا استاذ محمود النهارده مطربه رقيقه جدا، برضو جميله جدا، مطربه بنعتبرها من احلى الاصوات العربيه، المطربه ليلى غفران. تقعدي فين؟ تقعدي هنا، تقعدي هنا، زي اي مكان. تعالي اتفضلي هناك، يبقى احسن برضو، كرسي الاعتراف هناك بيبقى اريح. جنب التليفون. اهلا بالفنانه ليلى غفران. اهلا بيك. ليلى، الجنسيه مغربيه. بقالك قد ايه في مصر؟ بقالي حوالي 7 سنين. سبع سنين. سبع سنين. نعرف الجمهور انهي اغنيه من اغانيك الحلوه اللي عرفتنا عليكي بشكل مكثف. هي اول اغنيه من الحان الاستاذ سامي الحفناوي، هي مش ندمانه. مش ندمانه طبعا، من احلى الاغاني. الفنانه ليلى غفران، معروف عنك انك بتحبي او ابتديتي بالغنى لسيده الغناء العربي المرحومة أم كلثوم. أستاذ محمود، أنت بتحب، أنت رحت المغرب؟ أنا للأسف يعني حظي غريب جدا، يعني بمعنى إنه وحش، إن ما يعني المغرب العربي كله رحته، يعني تونس، جزائر، يعني تونس مثلا رحتها يمكن أكثر من 15 مرة. لا، المغرب بالتحديد. الجزائر رحت مرات، ليبيا رحت مرات، لكن حظي غريب جدا انه اكثر من مره تتاح لي فرصه زياره المغرب، وما مع يعني في حاجه كده بتحصل بتؤجل. هتسافر دلوقتي حالا معانا للمغرب. يا ريت. ونطمع من الفنانه المحبوبه ليلى غفران تقول لنا مقطع صغير باللهجه المغربيه الجميله، ممكن؟ بنشجع الفنانه ليلى غفران، اتفضلي. ازيك يا مجدي؟ انا بعمل موسيقى. عاوز ايه؟ زي ما انت عايز. اكا جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيت فيك. اكا جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزته فيك، وسترت وعالجت ودويت، وسيت وعالجت ودويت، ترجيت الله الله يشافيك، أجرحي واليوم اليوم تهديت، ان بلدي او النبيت، انا 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 جريت وجريت، جريت وجريت وعيت وتهديت. طبعا احنا مش هنرحمك من اغنيه. لحظه برضو. لحظه كده قبل ما تروحي الاستاذ محمود واستاذ اشرف، يا ريت نسمع اغنيه من الفنانه المطربه ليلى غفران.